ياه دي كانت كاتمة على نفسي، الحمد لله اللي خلصت منها. ايوه ايوه يلا على الباب جايه. ايه ده محمود؟ الحمد لله على السلامه، ما قلتش انك جاي. يعني عامله ايه يا حبيبتي؟ انا قلت اعمل لكم مفاجاه. ايه ده بعد سنتين سفر جاي كده مفاجاه؟ ايوه حجزت وجيت كده على طول. وبعدين انت جاي بشنطه واحده بس؟ لا ما انا سايب بقيه الشنط عند واحد صاحبي هتيجي بعدين. طب تعالى اقعد، وحشتني قوي. وانت كمان يا دعاء وحشتيني قوي. امال ماما فين؟ مش سامع صوتها يعني. ماما اصلا انا من حوالي 7 8 شهور كده صحيت من النوم ما لقيتهاش. ايه بتقولي ايه؟ ايوه زي ما بقول لك كده، حتى انا لفيت عليها كتير ودورت عليها كتير قوي، مش عارفه هي راحت فين. يعني ايه دورتي عليها وما لقيتيهاش؟ وبعدين بتقولي الكلام ده من 8 شهور، ما انت كل يوم كنت بتكلميني في التليفون، ليه ما قلتليش؟ ما انا بصراحه ما كنتش عايزه ازعلك وانت في الغربه. يعني ايه مش عايزه تزعليني؟ يعني انا سافر واسيب امي امانه في رقبتك، اجي الاقيها مش موجوده وانت كمان مش عارفه مكانها؟ واعمل ايه طيب؟ ما هي اللي مشيت. يعني ايه مشيت؟ مش فاهم، قولي لي مشيت ازاي. انا مش عارفه، هي بتنام في اوضه وانا بنام في اوضه، صحيت الصبح زي كل يوم عشان احط لها الاكل ما لقيتهاش. لا انت اكيد عملت لها حاجه. هو انا عمري عملت لها حاجه يا محمود؟ ما اعرفش بقى، معنى ان هي تمشي كده ومن 8 شهور يبقى انت عملت لها حاجه. لا يا محمود ما تظلمنيش، انا امي ست مش مجنونه ولا متخلفه عقليا، انا امي ست عاقله جدا، عقلها يوزن مديريه، يبقى هي ازاي كده هتفتح الباب وتمشي؟ انا ما عملت لهاش حاجه يا محمود. انا هنزل ادور على امي ولما ارجع هيبقى لي حساب معاكي. بس انت مش هتلاقيها يا محمود، انا دورت عليها كتير جدا. بس انت لما تدوري غير لما انا ادور، هي امي انا مش امك انت. لو كانت امك وبتحبيها فعلا ما كنتش سبتيها كده وهي في الشارع. انت تعرفي دلوقتي هي فين؟ بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ ولا حتى نايمه فين؟ وكل يوم بتكلميني في التليفون ما هنش عليك حتى تقولي لي. مالكيش كلام عندي تاني دلوقتي اقوله لك، لما اجي انا هتصرف معاكي. جاتك نيله عليك وعلى امك. ايوه انا اللي مطفشاها، يا رب ما تلاقيهاش بقى كده يا امي. يعني انا بعد كل سنين الغربه دي اجي كده ما لقيكيش؟ ده انا كنت عايز اعززك واقعدك معززه مكرمه، بقى كده اجي ما لقيكيش ومراتي بنت اللذينه دي كل يوم اسالها عليك تقول لي لا نايمه، لا ده راحت مشوار، لا ده راحت عند خالتك، مش عارف دلوقتي الاقيكي فين وادور عليكي فين. منك لله دعاء، منك لله. ادور عليكي فين بس يا امي؟ السلام عليكم يا اخ. وعليكم السلام. بقول لك ما شفتش الحاجه دي؟ بص كده على صورتها. لا والله يا صاحبي ما شفتهاش، ما تخيلتش بيها كده في اي مكان. لا والله يا حبيبي. ليه هو في حاجه ولا ايه؟ ايوه اصل الحاجه دي خرجت من البيت بقالها فتره وبندور عليها مش لاقيينها. طب معلش ربنا يعطرك فيها ان شاء الله يا رب. طيب يا صاحبي شكرا، العفو. وبعدين بس هروح فين تاني؟ سلام عليكم. بقول لك ايه يا معلم، ما شفتش الست دي؟ هوريك صورتها. لا والله يا حبيبي ما شفتهاش. اتاكد كده يعني ما تخيلتش بيها في اي مكان؟ لا والله. هي ضايعه منك ولا ايه؟ ايوه بقالها حوالي 8 شهور مش لاقيها. ايه ده 8 شهور ولسه جاي تسال عليها؟ ما هو انا كنت مسافر ما كنتش اعرف، ولسه جاي حالا من السفر. وهي كانت عايشه لوحدها؟ اه كانت عايشه مع مراتي، بس هي صحتها يعني وفتحت الباب ومشيت. اه النصيحه من اخوك، تلاقي مراتك هي اللي زهقتها وطفشتها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله يا رب الاقيها، الاقيها بس وبعد كده كل حاجه تتحل. هدور عليكي فين تاني يا امي؟ ده انا من ساعه ما رجعت وانا بدور عليكي، انا تعبت تعبت يا رب من كتر التدوير، يا رب عطرني فيها. حاجه يا حاجه. ايوه مين؟ ايه يا حاجه اللي منيمك هنا؟ اصل الجو برد قوي وقلت اما اشوف اي حته كده اتدفى فيها. قومي يا حاجه قومي، ما يصحش تنامي في الشارع كده. خلاص يا ابني معلش، انا قايمه اهو حقك عليا، بس انا مرات ابني كرشاني في الشارع ومانيش لاقيه حته اقعد فيها. ايه مرات ابنك طردتك؟ وابنك فين يا حاجه؟ والله يا ابني ما اعرف عنه حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه ايوه الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. ها لقيتها؟ بصي بقى ما تتكلميش معايا، بلا لقيتها بلا ما لقيتهاش، انا مش عايز اسمع صوتك. ازاي الكلام ده يا محمود؟ مش عايزني اتكلم معاك ازاي؟ زي ما سمعتي كده، مش عايزك تتكلمي معايا لحد ما الاقي امي، لازم اعرف ايه اللي حصل. طب وانا ذنبي ايه طيب؟ ما انا مش سايبك تقعدي معاها هنا عشان تسيبيها تمشي وارجع ما الاقيش امي. طب وانا عملت حاجه؟ انا ذنبي ايه؟ لا يا هانم انت مسؤوله عنها طالما انا مش موجود. طب خلاص خلاص بقى يا محمود. اه دلوقتي بقى خلاص، ما هي لو امك مش هتقولي خلاص، كنت هتقلبي الدنيا عليها وطيها عشان تلاقيها. ان شاء الله ربنا يعطرك فيها وتلاقيها. ما هو ان شاء الله هلاقيها، وعايزك تحطي الكلمه دي حلقه في ودانك، لازم اعرف ايه اللي حصل، ولو عرفتي ان انت السبب ولا ليكي يد في اي حاجه صدقيني هتشوفي معايا ايام سودة. على فكره انا ما عملتش حاجه. كل حاجه هتظهر وتبان. يبان ولا ان شاء الله ما بان، الهي ما تلاقيها خالص يا شيخ. ايه الغزاله رايقه ما الناس الحلوه سايقه. ايه يا هانم مش عارفه ان انا نايم؟ هو في ايه بس يا محمود؟ مروقه دماغك يعني وعماله تغني وصوتك عالي.
انت ما عندكيش دم خالص؟ مش حاسه بغياب الست دي وانا طالع عيني كل يوم عشان ادور عليها؟ ما انت بتدور عليها كل يوم ومش بتلاقيها، وانا كمان دورت عليها لما زهقت. هلاقيها غصب عنك، هلاقيها عشان انا ماليش غيرها وهي كمان ملهاش غيري. غلطتي الوحيده اني سبتها معاك، كنت فاكرك غير كده خالص. طب اهدى بس وانا هقوم اعمل لك الفطار. انا قلت لك مالكيش علاقه بيا ولا تتكلمي معايا. انا هنزل ادور على امي وان شاء الله هلاقيها. يا ربي عطرك فيها، دي عيشه تقرف. جاتك قرف عليك انت وامك. لو سمحتي يا ابله. ايوه. انا كنت مسافر بره وامي رجعت لقيتها سابت البيت ومشيت وقالب الدنيا عليها، وسيا سايبه البيت بقالها 8 شهور. ممكن بس كده اوريكي صورتها تقولي لي يعني ان كنت شفتيها ولا لا؟ لا والله ما شفتهاش. وريني كده، وريني كده يا ماما. ايوه ايوه، الست دي بشوفها تقعد على طول عند البيت عندنا. انهو بيت؟ انهو بيت يا حبيبتي؟ عندنا احنا، عند بيتنا. ايوه. طب تعالي تعالي وريهاني. اهي امي. امي؟ امك مين؟ انت مين يا ابني؟ انا محمود يا امي. محمود ابني مسافر. لا انا محمود، انا جيت من السفر. ده انا دورت عليك كتير قوي. محمود ابني يا حبيبي، يا حبيبي يا ابني. عامله ايه يا امي؟ عامل انت ايه يا حبيبي؟ ايه اللي نزلك يا امي من البيت؟ ليه تنزلي؟ مراتك يا ابني ضربتني وبهدلتني وكرشتني. ليه مراتي عملت كده؟ كل ده عشان امها جت لها زياره وانا قعدت معاهم على الاكل، رمت في وشي كوبايه الميه وبهدلتني وطردتني. مراتي ده نهارها اسود، لازم اخد لك حقك يا امي، لازم النهارده تبات في حضن امها عشان امها تبقى تنفعها. ملوش لازمه يا ابني بقى، ملوش لازمه، انا حقي عند ربنا. لا والله يا امي، بحق كل يوم بيتي فيه في الشارع، لازم اطلعه على جدتها هي واهلها. يلا يا امي، قومي معايا. عمو لو سمحت يا عمو، كنت عايزه اقول لك حاجه. نعم يا حبيبتي. لو سمحت يا عمو، ما ترميش امك تاني في الشارع، وخلي بالك منها، ده احنا هنخش الجنه بسبب امهاتنا. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويخليك لباباكي ومامتك. لو انا ما كنتش شفتها وقلت لك، انت ما كنتش هتلاقيها. شاطره يا حبيبتي، ده انا بدور عليها بقالي كتير قوي. يلا يا امي، امي معايا. خليني قاعده هنا يا ابني. انا مش ممكن اسيبك وامشي، يعني بعد سنين الغربه دي كلها ارجع ما اقعدش معاكي تسيبيني وتمشي؟ انا متشكر لحضرتك قوي. طيب يا استاذ، بعد اذنك بقى احنا هنطلع على بيتنا، ولو عايز اي خدمه اعملها لك. لا متشكر قوي لحضرتك، ربنا يخليك. يا ابني سيبني هنا، الشارع احسن لي، ما انت هتسافر تاني وتسيبني. يلا يا حاجه، شارع ايه؟ تعالي بس معايا وانا هوريلك هجيب لك حقك ازاي. ده انا مش عارف انام ولا اكل ولا اشرب بسببك. ربنا يكبر خاطرك يا ابني ويسترك. ايوه الله، ازيك يا حاجه. ابعدي لو سمحتي. هسلم عليها يا محمود. لا ما تسلميش عليها. ورت الدنيا يا حاجه. عامله ايه يا حاجه؟ تعالي عودي يا ام، ارتاحي، حقك عليا يا امي. نورت بيتك يا حبيبتي. قلت لك ابعدي عنها. في ايه يا محمود؟ عايزه اسلم عليها. طيب دلوقتي هتسلمي عليها والدنيا هتبقى تمام. اقعدي يا هانم. حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على سلامتك يا حاجه. ابعدي عني، قلبي ورب غضبانين عليك. الله لا يرضيكي ولا يفديكي ولا يسلمك من اي شر. انت عارفه انا لقيتها فين يا هانم؟ لقيتها فين؟ لقيتها نايمه على الرصيف في الشارع. يا لهوي، ما انا دورت عليها كتير قوي ما لقيتهاش. والله العظيم يا دعاء، لما قلت ايه اللي انت عملتيه في امي وبسببك هي مشيت، لا هتشوفي وش عمرك ما شفتيه في حياتك. امي مشيت من البيت ليه؟ ما عملتش حاجه يا محمود، صدقني. قولي انت يا امي، قولي ايه اللي حصل. عشان خاطري يا ابني، انت لسه جاي من السفر، بلاش كلام في اي حاجه. علشان خاطري يا امي، قولي لي ايه اللي حصل. ما انا قلت لك يا ابني ان امها كانت هنا وانا قعدت معاهم على الاكل، وفي شويه ميه كده وقعوا مني غصب عني. ليه وليه؟ طردتني ورمت الميه كمان في وشي وبهدلتني اخر بهدله. البيت ده بتاع مين يا هانم؟ بتاع الحاجه. وانت قاعده عند مين؟ قاعده عندها. وامك يا هانم، ايه اللي بيجيبها هنا؟ مش هي بتيجي هنا علشان تزورك؟ ايوه طبعا. يبقى تحترم نفسها مع صاحبه البيت. بقول لك ايه، من الاخر كده، ايوه انا اللي مشيت امك وطردتها. امك بتوقع اكل وبتوقع شرب وبتوقع قرف، وانا الصراحه ما عدتش قادره استحمل قرفها. هو انا متجوزاك ولا متجوزاها يا اخي؟ ده ايه القرف ده؟ انا امي قرف؟ يعني بعد العز اللي كانت معيشاكي فيه لما جيتي من بيت اهلك، وانت طبعا فاهمه قصدي، اخرتها تقولي على امي قرف؟ مش قادره استوعب ولا قادره اصدق. بقول لك ايه، انا مش عايزه كلام كتير، انت خلاص لقيت امك. بصي يا بنت الناس، انت من النهارده مالكيش عيش في البيت ده. انت عارف انت بتقول ايه يا محمود؟ ايوه طبعا عارف بقول ايه، وكل كلمه بقولها عارف ان انا قدها، والا ما كنتش هقولها. وانت مش هتبقي اغلى من امي، انا ممكن ارميكي في الشارع واجيب غيرك تخدمها برضو وتبقى احسن منك مليون مره، مش ترميها زيك يا هانم. يعني دلوقتي انا ولا امك؟ امي طبعا، انت ما تعرفيش امي دي تبقى بالنسبه لي ايه. يعني انت شايف كده؟ اه شايف كده. واقول لك على حاجه بقى، قومي لمي هدومك وشنطتك ويلا بالسلامه من هنا. خلاص يا ابني عشان خاطري، انا اللي هقوم امشي. تمشي فين يا امي؟ عمرك ما هتتحركي من هنا، هي اللي هتمشي. لا يا اختي ارتاحي، انت خربتيها وقعدتي على تلاها، انا اللي هسيب لكم البيت وامشي، جاتكم القرف. حقك عليا يا امي.
الله يبارك لك ويديك الصحة يا ابني. أكبر غلطة غلطتها في حياتي لما اتجوزت البني آدمة دي. ربنا يخليك يا حبيبي وما يحرمنيش منك أبدا.